وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم يلي مثل العادة بنحب ننهيها بتقرير ميداني، وحبينا نمزح مع العالم شوي هيدي المرة، فقلنا هات لنسألهم عن أهم مواصفات فارس وفتاة الأحلام هيدي الأيام، فهل هي السكس باك والجمال أو الراتب الدولار فريش؟ لتعرفوا شو كانت ردة فعلهم وشو قالوا لنا أكيد ما إلكن غير تابعوا هيدا التقرير. هلا بدنا نكون ما بينه وبين، ما فينا نقول بجيبته وما فينا نقول بجماله، جمال لحال اكيد ما بكفي، والجيب المليانه كمان ما في يفيق ونقزاني منه، فانه بحس انه ما في اخذ واحد معه مصاري وما بحبه، وما في اخذ ما في احب حدا ما قادر يعيشني، يعني بالنهايه بدنا نعيش. بالعكس هلا الوضع الاقتصادي بخليك انك تركض على الجيب اكثر، بالعكس ما بقى عم بهمهم المنظر وما بقى عم بهمهم النفسية، ما بقى عم بهمهم الأخلاق، صرت تركض يلا معه شوي بعيشني سو بروح معه، وهذا الشيء أكيد غلط، لأنه شو إفادته إذا قادر يعيشني حياة حلوة بس يمكن يزلني يمكن يضربني يمكن يخونني، يعني بدها تكون الحياة ما بينه وبين أكيد. لا اكيد على جماله، انه مربي على هيدا الاساس انه بحب الجمال مش المصاري. ما بتفرق معي ولا يعني مصاري بعد اكثر ما بتفرق معي، بس الاثنين ما لنا فرق معي. بس بيرسوناليتي اهم من شكل كيف. ذكاء ذكاء اهم شيء. اذا هو كان حلو اكيد رح اطلع فيه، بس اذا ما كان حلو ما رح اطلع فيه. ما هو مصاري ولا ما هو مصاري، صح؟ اهم شيء الجمال، بعدين فكر بالقصص الباقيه. في واحد بيطلع انه هي انه جمالها مباركه، بعدين الشخصيه هي اللي بتعلقوا فيها للواحد. لا جمال. اليوم البنات عم بيشوفوا الشباب مصاري حاليا، يعني بايامنا الوضع الاقتصادي ومن قبل كمان العالم صايره بتركض ورا المصاري. لا انا بتطلع على الداخل، هيدا اللي بيبقى، لا الجمال ولا المصاري. الشخصية أهم شيء. لا الحمد لله مش عايزين الشاب ليعطينا مصاري. ولا واحدة الشخصية، إنه أكيد شوي يعني بس ما كتير. هلا كل شخص بيدور على اللي ناقصه وبيشتغل عليه، كان جمال ولا مال. لا أكيد بدي أطلع أول شيء على النظرة اللي هي فيها، بعدين بتحكي على الموضوع التاني، بس هي اجمالا اول نظره بدك تطلع على جمالها لتقبلها تحكي معها وغيره. مجبور يطلع هلا بهالوضع اجمالا، مجبور مش مجبور، بس بنفس الوقت صارت مثل وسيله للحياه. هلا ما فينا نحكم هيك، في بنات بتنظر للمصاري وفي بعض بنات بنت بيت بدها الستره وبدها تكون عائله، بس هلا الوضع هيدا اللي جايين فيه البنات اكتريتهم وتطور الانترنت وما الانترنت بطل في حدا غشيم، صار كله بينظر للمصاري وللدولارات وللمظاهر الخارجية، ما بهم اذا بكون زلمة ولا مش زلمة. هلا ما بدنا نكذب على بعض، اول شيء الشاب بيلفت له انتباهه المنظر الخارجي اول شيء، بس كمان بدك اليوم تدور على جمال الروح وجمال القلب قبل جمال الخارجي. لا بهالايام حبيبي الجيبه دنيا مصالح، معك مصاري معك سياره ثقيله ساعتك، وين بتسهر وين بتاكل وشو بتشرب بتلجا لك البنت، ما بقى البنت تدور على الحب والحنان والصدق، عم تدور على المصلحه بس، بدها مصلحتها مشان تشوف حالها بين رفقاتها، لانه بيصيروا عايروا بعضهم، هيدا اغنى وهيدا مش اغنى. ما بقى لا الجمال ولا جمال الروح ولا جمال الشكل. اكيد بدي اطلع على اخلاقها وعلى تربيتها وعلى عين الشبعانه بقلب ببيت اهلها. اذا جمال في جمال كثير، وفي نسوان عاقفه مين يشيل بالطرقات. اذا بدنا ندور على الوسخنه، بس بدنا ندور على بنت البيت، بنت البيت طبعا. على جمال روحها وتربيتها واخلاقها ومين اهلها ومين نسبها. مش ضروري كرمال انه البنت تظهر لشخص انه هو عم يعمل رياضه لانه كرمال مصاري او شيء ثاني، لا انه تنظر له نظره حلوه انه هو جسمه حلو وهيك رياضي وهيك، يعني مش انه اكثر يعني. لا مش قصه مصاري، هي قصه انه انسان عم ينظر للشخص الثاني انه كجمال كجسم كاي شيء هيك حلو يعني يعمله بحياته، يقدمه للناس، يشوف نظره الناس له احلى واجمل. لا اكيد كرمال جمالها، يعني مش كرمال مصرياتها، اكيد كرمال جمالها. في هلا شباب البنات بتحب المصاري، في بنات بتحب جمال الشاب اخلاقه، حسب كل بنت بتختار، بس هلا بالوضع الاقتصادي اكثر البنات بيحبوا الشاب كرمال المصاري،
مش كرمال انه جماله او اخلاقه، ما عادش دوروا على الاخلاق. لا فيش بعض شباب بيلاحقوا البنت على مصرياتها، او في بعض شباب بيلاحقوا البنت على جمالها او اخلاقها. هلا نحن ما فيك يعني ما فينا نطلع فيه على دولاراته، وشو نفع اذا يكون معه دولارات كتير ويكون اخلاقه منا منيحه او يكون منه منيح معي. فلا اوكي المصاري يعني بتنفع ولها اهميه كتير، بس كمان ما فينا كل شيء نقول انه هو مصاري، يعني ما فينا ننقيه بس على مصرياته. هلا صراحه يعني ما عندي فكره، بس انه كمان مثل ما انه في بنات بيطلعوا على شباب كرمال كان جمال او كرمال مصاري او شيء، كمان في شباب نفس الفكره بيطلعوا بالبنات لنفس الشيء.